زيت الزيتون احد اهم انواع الزيوت المهمه جدا للصحه. النهارده هتكلم عن اسرار وفوائد زيت الزيتون وافضل انواع زيت الزيتون وازاي اقدر استخدمه بطريقه صحيه وسهله وامنه. تابع معانا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. يا رب دايما تكونوا بخير وبصحه وعافيه. فيديو جديد من فيديوهاتنا المهمه جدا لصحتنا، هتكلم فيه عن اسرار وفوائد زيت الزيتون المهمه جدا لصحه الجسم. افضل انواع زيت الزيتون هو زيت الزيتون البكر الممتاز المعصور على البارد، وده من افضل انواع زيت الزيتون لانه بيحافظ على مكوناته وكل الحاجات الموجوده فيه تبقى محافظه على نفسها بدرجه كبيره. وغنى زيت الزيتون بالاحماض الدهنيه الاحاديه الغير مشبعه فيتامين اي ومضادات الاكسده بتجعله من الحاجات المهمه جدا اللي بتساعد في علاج الالتهابات في الجسم. فزيت الزيتون من الحاجات المفيده، اذا كان عندنا التهابات مفيد جدا استخدام زيت الزيتون، خليه من الحاجات اللي يبقى ليها فوائد مهمه جدا. اول فايده مهمه جدا هو بيحمي القلب والاوعيه الدمويه، بيقلل الكوليسترول الضار كمان، وبيساعد في تحسين مستوى الكوليسترول في الدم، وبيحافظ كمان على مستوى السكر. فوائد مهمه جدا الصحة، الحفاظ على صحة البشرة وتقليل اثارة الشيخوخة والتجاعيد، وكمان بيساعد على الحفاظ على الشعر. وطرق استخدام زيت الزيتون كثيرة، ممكن استخدمه على البارد، اجيب معلقة او معلقتين اخدهم خلال اليوم، ممكن اخد معلقة على الريق، وممكن اضيف برضو المعلقة دي على السلطة، وده بيساعد على امتصاص العناصر الغذائية الموجودة في السلطة بدرجة كبيرة. ممكن اضيفه على اسماك، ممكن اضيفه على التونة، ممكن اضيفه على برضو المكرونة او الارز. استخدمه على البارد فقط، احطه على السلطة والاكلات اللي انا اتكلمت عليها واقلبه مع شوية خضار مثلا. وبكده الفيديو بتاعنا النهاردة يكون انتهى عن افضل انواع زيت الزيتون وفوائده وطرق استخدامه. يا رب باذن الله تكونوا بخير وبصحه وعافيه. كنت معاكم دكتور احمد مكاوي، دكتور العلاج الطبيعي والتغذيه. ما تنساش تفعل الاشتراك في القناه وتفعل زر الجرس على الكل عشان يوصلك مننا كل جديد واشعار بكل حلقه. ما تنساش تعمل لايك للفيديو وشير عشان يوصل لاكبر عدد من الناس، كل الناس تشوف الحلقه. باذن الله القاكم في فيديو جديد من فيديوهاتنا المهمه جدا لصحتنا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.